أكبر قلق أواجهه في الخوذة هذه الأسطح المقوسة، عشان كذا دائما أواجه مشكلة في تثبيت قاعدة الكاميرا. فاليوم جبت هذه أفضل شيء في السوق، إن شاء الله أنها تجمل معانا ونشوف النتيجة. استخدمت هذا ما أحس أنه يفرق كثير، لأني ركبتها هنا وانفكت على طول، فبحكم أني ضيعت الوصلة هذه الطويلة اللي تمد من هنا لحد هنا ما حصلتها، فرجعنا نركب نفس المكان وتستمر معنا. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، علي من قناة متسابق المقاهي. ثلاث شغلات: الأولى أعتذر على انقطاع، مريت بأزمة تسمم وبعده كورونا قطعتني عن العالم وقطعتني عن الدباب، لكن الحمد لله تجاوزتها، سحابة صيف ورجعنا اليوم للفلوجينج للبايك الحبيب. رقم اثنين، شكرا لجميع المتابعين، شكرا لأول 1000 مشترك، الحمد لله بفضله وبكرمه تصنفت القناة من قبل يوتيوب كصانع محتوى لأني تجاوزت أول 1000 مشترك، وعقبال 10,000 20,000 والمليون. طبعا أولا وآخرا بعد شكر الله بدعمكم أنتم، فألف شكر لكم. رقم ثلاثة، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الحج لمن حج والصيام وصالح الأعمال. نواصل معكم موضوع الصيانة والتلميع والشغلات هذه بعد ما خلصنا آخر مرة تغيير الزيت وعمل الصيانة لرأس الماكينة والشغلات اللي سويناها. الآن إن شاء الله متوجه لمحل التلميع عشان زي ما انتم شايفين، ما ادري اذا واضح ولا لا، حالة البايك متسخ، احنا في فصل الصيف الغبار ما شاء الله شد حيلة، اضافة الى موضوع التنظيف والغسيل، موضوع التلميع بسبب الصدى اللي تشوفونه طالع في البراغي في القزوز تحت بسبب اهمالي في التلميع، فبشوف النتيجة بعد التلميع والبولش والشغلات هذه. هل تكون يعني هل بتعطي فرق، تعطي منظر جمالي للدباب، ولا ما مجرد مضيعة فلوس وعلى الفاضي؟ فحكم انه اللون الاسود لون حساس ما هو مناسب مرة لأجوانا، فعشان كذا قلت بجرب بنفسي واشوف، نصور لكم قبل ونصور لكم الخطوات ايش سووا والنتيجة بعد. يا جماعة الربع قولوا امين، الله يقاكم شر هذا الفيروس، والله العظيم انه طرحني ارضا لمدة أسبوع وأنا أعاني ما بين حرارة وبين مشاكل الصدر، والله تعبت مرة، غير التعب البدني، تعب نفسي واكتئاب، ما حد يشوفك ولا تشوف أحد. بعد خدمة سنتين ونص في مجال مخارطة الناس المصابين، طبعا ما أعمل في مجال الصحة بس قصدي كحياة اجتماعية، والحمد لله سليم، كان من عائلة من أصحاب من زملاء ما أصبت الحمد لله. بعد سنتين ونص جاني، ولحد الآن ماني متأكد، يعني هو جاني من البيت، هو جاني من المطعم يوم تعشيت، من أصحاب، من الدوام، والله ماني متأكد، بس والله العظيم حتى تفاير الصغير طرحني دمرني أقسم بالله. حاولت قد ما أقدر أبعد عن كل شيء أحبه زي القهوة زي الدباب الأشياء هذه، لأني ما أدري، سمعت يعني كلام كذا أنه الشيء اللي تستخدمه أو إذا كان أكل تأكل أو حاجة تسويها في فترة المرض تصير تكرهها بعد ما تشفى. والله فعلا طول فترة المرض تعرفون إيش كنت أسوي؟ أغلب وقتي يعني وأنا في الغرفة مقفل عليه كنت أتفرج مقاطع عبارة عن مشاكل حوادث سيارات، حوادث دبابات، يعني طبيت كذا على سلسلة قاعد أشوفها كلها حوادث حول العالم، حوادث مشاكل اللي تصير في الطريق، يعني كلها في مجال السيارات والدبابات والمواصلات يعني. فكرهت الحوادث، اكيد ان الواحد يكرهها. اول علاج عملته بعد ما تجاوزت المرحله الصعبه ايش؟ رايد. طبعا بعد ما صارت الحاله فتوكلنا خلاص متعافي او كانت مؤهل ناسي والله شيء، بس المهم انه يعني خلاص اطلع من بيتك. والله اول حاله اول شيء سويته عشان اعالج نفسي رايد. كنت قسم بالله مدمر نفسيا، ما اعرف ايش السبب، ما ادري اذا له علاقه ولا لا. شايفين شوفوا كيف هذه كلها خدوش، ان شاء الله باذن الله ركزوا فيها
ركزوا فيها قبل العملية. طيب تمام، وش قلنا؟ صنفرة هنا بولش للشكمان، الأماكن اللي مصدية، المسامير هنا إذا أمكن، لأن هي صغيرة أماكنها شوي صعبة، لكن إذا أمكن تقدروا تصنفروها. تمام. إيه. وش ثاني؟ تجليد اللي كلمتك عليه. تجليد الأماكن الكروم هذه زي هنا. ترى تحتر يعني عادي وما في، ما عنده مشكلة مع الحرارة. طيب خلاص، هذه وهنا هذه الحلقة وهذه بس. ايوه وهذه، هذه تقدر ولا صعب؟ هذه من اليوم الثاني انتهينا تقريبا 50% من الشغل زي ما انتم شايفين. يقول لي انه ما انتهوا من التلميع، ولكن لاحظوا النتيجة كيف عن قبل، فرق ولا مو فرق؟ يقول لي لسه باقي طبقة، أو ما أنا ماني فاهم بالضبط إنه بيسوي عليها نانو سيراميك، ولكن هذا الشكل عام. شوفوا هذه الكابين فلتر أو غطى كابينة الفلتر، هذا لونه الأصلي من الوكالة كروم. شوفوا الثاني هنا بعد الشغل إيش رأيكم فيه؟ في بعض الملاحظات أعطيته، راح يعدلها، مالي راح يغير اللصقة أو راح يضبطها من الحرارة زي هذه. هذه المفروض ما تكون موجودة، ولكن بشكل عام الناتج النهائي يعني صراحة أعطى منظر جمالي. الأسود أفضل من الكروم من باب التغيير برضو، يعني هي حلوة من الوكالة كروم، ولكن باب التغيير برضو أشوفها جميلة، أضفت شيء يعني إضافة إلى الكاب اللي بيكون هنا عشان يصير كوب، فبيصير معانا كافي ريسر حقه حقيقة حلو. هذه قطعتين وإضافة لهذه اللي هنا إن شاء الله بكرة بيشتغلوا عليها، وهنا بتكون طبقة تظليل خفيفة يعني تعتيم خفيف للنور الأمامي. شوفوا هنا، أنا آسف ما صورت قبل، بس ممكن في فلوك سابق شفتوا كيف كان الهيدرز كيف لونه. شوفوا كيف مع البولش اختلف كثير، شايفين؟ شوفوا من تحت كيف، وبعدين راح أراويكم إن شاء الله بعد. هذا لسه هنا ما بدأوا فيه، راح يبدأ يمكن الليلة وبعدين أراويكم النتيجة بعد. أنا من شريته الآن شهر 7 2022، كمل سنتين بالضبط، ف لا لازم أعطيه دلع كذا مرحلة انتقالية. شوفوا كمية الصدى، إني ما عمري لمعت في السنتين هذه، هذه إن شاء الله كلها بتروح باستثناء باقي الشغل. هنا أصعب مرحلة أبغى أراويكم قبل ما يبدأوا فيها، البراغي هذه، فقال لي بيضطر إنه يفكها واحد واحد يلمعها ويركبها، ما أدري كيف بيكون معهم الشغلة سهلة ولا لا، لكن شوفوا شكلها كيف قبل وبعدين إن شاء الله نشوفها بعد. هذه البراغي، هذه هنا 5 في الجهة هذه و5 في الناحية هذه، ولا عمري لمعتها ولا شيء. وهذه النتيجة بعد أسبوعين من التفحيط، كانت في مشكلة في الرفرف، اضطرينا لإعادة الصبغ ولمعناه وعملنا له بولش. هذا الرينج حق النور برضو، والرينج هذا اللي هنا، الكروم اللي كان هنا والكروم اللي هنا كلها غطيناها، يسمونها بلاك اوت اسود. الهرن او البوري نفس الشيء، وهذه اللحظة الأخيرة، وهنا كان فيه بولش بس مع الوقت، مع الوقفة اللي هنا توسخ ما صار باين مرة. شوفوا النتيجة، شوفوا البراغي فكوها واحد واحد لمعوها. إذا فاكرين شكلها قبل التلميع شوفوا الآن كيف صارت، ما شاء الله تبارك الله، كلها هنا والناحيتين. وهذا أهم شيء، القزوز، شوفوا لونه كيف صار، شوفوا الطبقة الخشنة اللي كانت فيه راحت كلها. شوفوا كيف من تحت، بسم الله الرحمن الرحيم، أخيرا شفنا النور. نظرة كذا من برا، هذا فلتر الهواء. ها؟ لا لا،
شايفين النور كيف في ضعف بسبب التغييم اللي حطيتها فيه. هذا الرينك الكروم والهرن ما شاء الله تبارك الله، يعني تقريبا صار كامل بلاك اوت ما عدا الاغراء، القطعة هذه اللي في الماكينة هذه تسخن ف صعب علي اني احط عليها السكر ولا شيء، حتى البوية ما راح تمسك مع الحرارة راح تروح، فاللون الاصلي كروم هذه ما اقدر اسوي فيها شيء. الاهم من كذا شوفوا اللمعة ما شاء الله تبارك الله، يمكن هنا لانه شوية موسخ، لكن فرق قبل مع النور كانت في اثار دوائر، في اثار المسح حق الغسيل، مناشف الغسيل راحت كلها، اضافة لطبقة النانو او شيء زي كذا ماني عارف ايش فائدتها، بس تقريبا هي حماية للون هذا وتعطي لمعة واضحة. اللمعة ما ادري اذا باينة معاكم، هل يستحق؟ ما ادري، اول مرة المع صراحة. اوكي احس نظيف يعني، انا ما من النوع يمكن ما اهتم مرة، انا اهم شيء اني اغسل. في ناس تهتم بالتفاصيل يعني زي البراغي هذه، الشغلات هذه في ناس تهتم فيها انه لازم تكون نظيفة، تكون منظرها ما شاء الله، اللمعة حقت البودي تكون جامدة. انا ماني من النوع هذا يعني، يهمني بشكل عام الاداء ما تكون فيه صدمات او شيء. ما اقول اني ندمان، بالعكس يعني الشغلة حلوة جميلة عجبتني والله. لون البايك ما شاء الله طالع، يمكن انتم ملاحظين حتى مع بعد الغسيل بعدين راح يبين اكثر. مرايا يبغالها، اوه ايش السالفه المرايا، شوفوا كيف. هذه نفس الشيء، اشكرك والله اشدها. هذه كانت بشكل عام سلسله التلميع والصيانه. الان خلصنا 90%، 10% الباقيه اللمبه هذه اللي لحد الان ماني عارف ايش سببها، ما ادري ليش ما طفت، اعتقد انها من البواجي، المفروض اني ارجع اشيك البواجي او اغيرها. البايك يعني ماشي 22,000، انا على بواجي الوكاله خلاص ما عاد تحتاج. الايام هذه برضو احب اقول لكم انها كانت اجواء جميله جدا، اجواء استوائيه، جيزان تعتبر يعني غنيه عن التعريف في الاجواء الصيفيه، خلي الحر والامور، لا الامطار، الامطار الصيفيه في جيزان ما شاء الله تبارك الله. لأحكي لكم الأيام الماضية فاتتني فيها الطلعات، كنت أقدر أطلع البايك أمس أو قبل أمس نلحق نصور لكم شيء، نلحق الأجواء الجميلة، لكن خوفي على البايك والأمطار والأملاح اللي بتطلع والترسبات هذه بتخرب لي الشغلة اللي أنا سويتها، فما استفدت شيء. لا خليني بطلع بالسيارة وبعدين إن شاء الله نلحق عليها، نطلع طلعات للجبال ونفرجيكم على الطبيعة الساحرة اللي ما حد شافها قبل كذا. والله اشتقنا للرايدات فترة طويلة، يعني ما بعد الفايروس وقبل كانت طلعاتي جدا معدودة، ما طلعت كثير الحمد لله. ان شاء الله نرجع بداية نشيطة ومواضيع متجددة بدعمكم انتو، ما تقصرون وما نستغني عن آرائكم وعن مقترحاتكم، اي مواضيع تحبون اتكلم عنها، بايكات نستعرضها حتى لو كان استعراض يعني بدون تجربه، من على قولهم من ارقام على ورق. وصلنا للوجهه المحدده، الكورنيش الجنوبي مدينه جيزان. يا سلام شوف البحر وقت الغروب، شيء تدفع ذهب عشان تعيش وسطه. طيب خلينا نطفي ان شاء الله يكون التصوير واضح، الاضاءة ان شاء الله انها تبين التفاصيل. شايفين كيف البلاك اوت؟ ما عجبتني مرة، لكن تمشي. هذه احسها غلط بس ما اقدر اعمل فيها شيء الا بصبغة، بس راح اخذ الشبكه اللي هنا، الجريل اللي يركب على الكافي ريسر من قدام احسن من التظليله. بشوف اتاكد، اعتقد مقاس النور 7 انش. وصلنا نهايه الفلوق، هذا كل ما يخص موضوع التلميع. اهتموا
بالأشياء اللي تعطيكم السعادة، حافظوا عليها، في النهاية أنتوا دافعين عليها من جيوبكم حتى تعيش معكم عمر أطول ودائما تكون بأجمل صورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعتذر على الإطالة، إن شاء الله مستمرين معاكم وعودة أفضل من قبل بإذن الله. السلام عليكم.